يزداد الحديث جدية. هناك تغيير قادم في سوريا، ليس على صعيد الأسد، الموضوع على صعيد سوريا، هذه سوريا التي كنا نعرفها. البعض يقول إنها أصبحت من الماضي، خرائط جديدة، مراكز قوة جديدة. حديث الرئيس التركي أن إسرائيل بعد أن تحتل دمشق سوف تأتي باتجاه حدودنا، حديث غريب لكنه يبدو في السياق، خاصة مع ما قيل إنه ممر من الجولان إلى حدود العراق يشمل درعا والسويداء. أحاديث كثيرة، من ضمنها مثلا حلب ومعركة في حلب وتحضيرات في شمال غرب سوريا. الأرض تمور مورا في سوريا. حياكم الله فيما تبقى. إذن يواصل نظام صمته إزاء التطورات المتسارعة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، في حين تتابع وسائل إعلامه تضليلها حيال التوغل الإسرائيلي في ريف القنيطرة، وسط تحذيرات من تغيير قادم لمنطقة الشرق الأوسط. في قلب المشهد الإقليمي المتأزم تتسارع التطورات الميدانية وتعلو نبرة التهديدات لتطرح تساؤلات عن مستقبل سوريا والمنطقة. فمن الشرق إلى الغرب تبرز أصوات التحذيرات من تصعيد لا يبقي ولا يذر، حيث إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله تتوسع يوما تلو آخر لتصل إلى الأراضي السورية. وفي ذلك إشارات واضحة تترجمها كاميرا تلفزيون سوريا من خلال كشفها عن توغل دبابات وآليات إسرائيلية في الجولان المحتل وحفر خنادق عميقة ووضع نقاط مراقبة بطول أكثر من 70 كيلومترا على الحدود، وهو ما يعتبر خرقا لاتفاق فض الاشتباك عام 74. في خضم تلك التطورات الحاصلة يواصل النظام السوري صمته وتتابع وسائل إعلامه تضليلها، حيث زعمت صحيفة الوطن الموالية عدم صحة التوغل الإسرائيلي في ريف القنيطرة، واصفة الأنباء الواردة من هناك بمحض الخيال والإشاعات. إسرائيل، لكن تحذيرات تركيا كانت حاضرة على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان الذي حذر من انهيار منطقة الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية حال فكرت إسرائيل فعليا بالتوغل واحتلال مناطق أخرى ربما تصل إلى دمشق، مشددا أن هذه الخطوة تهدف إلى تمزيق وحدة سوريا بالكامل. فمن جنوبها إلى شمالها الغربي تتسرب أنباء عن استعداد الفصائل العسكرية لمعارك حاسمة أبرزها في مدينة حلب ومناطق أخرى تعتبر استراتيجية للنظام، ليزداد المشهد تعقيدا أكثر من أي وقت مضى، وتبقى الأراضي السورية في عداد المنتظرين لما ستؤول إليه الأحداث الجارية وما تخطها أقلام الساسة الدوليين. معنا من أنقرة الأكاديمي والمحلل، من إسطنبول عفوا، الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سمير صالحة، وكذلك من العاصمة القطرية الدوحة الباحث أول في مركز الجزيرة للدراسات دكتور لقاء مكي. مرحبا بكما ضيفاي الكريمان. دكتور سمير صالحة، أبدأ من عندك، يعني إسرائيل تحتل دمشق وبعد أن تحتل دمشق سوف تأتي إلى تركيا، هذا كلام الرئيس التركي، تعليقك؟ طبعا دعني اولا احيي ضيفك والاخوه المشاهدين. مرحبا. يعني طبعا اذا سالت دكتور معاز المعارضه التركيه تقول انه الرئيس التركي يبالغ في تقدير الموقف باتجاه ان تدخل
إسرائيل إلى داخل الأراضي السورية تقترب من الحدود الشمالية لسوريا، الحدود الجنوبية لتركيا. التركيز في الداخل التركي حسب المعارضة هو على أنه في مسائل في الداخل التركي بشكل سياسي اقتصادي هي التي تدفع القيادات العدالة والتنمية للتركيز على مادة تضخيم مسألة إسرائيل ومشروعها في الإقليم واستهداف الداخل التركي عبر تحريك أوراق إقليمية في الخارج. الآن رأيي الشخصي أنا نعم، إسرائيل تشكل خطر دائم بالنسبة للجانب التركي. لماذا؟ لأنه إسرائيل عندها أكثر من فرصة، أكثر من ورقة بشكل سياسي الإقليمي الاستراتيجي تدعمها لتتحرك بين مزدوجين كما تشاء في الإقليم. الداعم الأمريكي يعني كارت بلانش كما يقال لتل أبيب ويتركها تتصرف كما تشاء. لماذا؟ لأنه ما تفعله يخدم أيضا السياسة الأمريكية. لماذا مرة أخرى؟ لأنه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تراجعت في العوام الأخيرة لصالح أكثر من لاعب إقليمي. الحراك الذي السؤال الذي طرحته برأي دكتور أيضا مرتبط بشق إقليمي مهم نناقشه منذ فترة مجددا، هو موضوع الشرق الأوسط الجديد، المتغيرات، المتقلبات، توازنات، معادلات جديدة في الإقليم. لذلك أي تحرك إسرائيلي يعني باتجاه سوريا لا يمكن فصله برأيي عن الحراك الإقليمي ولعبة التوازنات والمعادلات الجديدة التي ربما نناقشها في الدقائق القليلة المقبلة. حسناً دكتور، إذن أنت من القائلين بأن هناك شرق أوسط جديد يعني في قادمات الشهور أو السنوات؟ نعم، في جميع الأحوال المنطقة برأيي لم تعد تتحمل التركيبة، التوازنات الموجودة لم تعد قادرة على حماية هذا المسار الإقليمي بهذا الشكل. حسناً دكتور لقاء مكي، مرحباً بك. ما هذا الشرق الأوسط الجديد؟ أعلنه نتنياهو، نسمع عنه بكثرة، يضمن يشمل فيما يشمل يعني اليمن، لبنان، سوريا، العراق، وصولا لإيران وربما وصولا لليمن أخيرا يعني. نعم، هو الحقيقة أولا نتنياهو حتى تحدث عن قصة الشرق الأوسط الجديد الذي يريد تغييره أكثر من مرة. أول مرة تحدث فيها كان بعد طوفان الأقصى يوم 8 أظن في معرض إعلان الحرب على قطاع غزة وعلى حركة حماس، تحدث عن أن هذه الحرب ستغير الشرق الأوسط. لا أظن أنه يعني اتخذ قرار تغيير الشرق الأوسط في تلك الليلة يعني بعد الطوفان مباشرة، يعني ربما يكون هذا الأمر قد أعد سابقا أو لديه خطة سابقة ليس بمفرده بطبيعة الحال، لكن بصحبة دول يعني دول كبرى وأبرز الولايات المتحدة طبعا وربما دول إقليمية. نعم، تغيير الشرق الأوسط، النظرية تقول يعني أنا ما أعتقد أن هناك في المنطقة مشروعين محورين أساسيين، المشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني. المشروع الإسرائيلي واضح المعالم منذ وتجسدت هذه المعالم في مطلع عام 2020 فيما يسمى بصفقة القرن، تطبيع وعلاقات اقتصادية ودول رفاهية أو هكذا تسمى، وتمتد من إسرائيل إلى سواحل الخليج وصولا إلى البحر الأحمر أو حتى المحيط الهندي وطبعا اتصالا بالهند. بالمقابل هناك محور إيراني سمي بمحور المقاومة ويشمل دول أو ميليشيات داخل دول أو مجموعات خارج الدولة في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان. هذا المحور المتصادم كان لديه كل محور منهم يعني كل منهما لديه فسحة للعمل في بيئته الجغرافية، لكن اللي حصل إنه هذان المحوران قد إن هذين المحورين قد اصطدما سوية بعدما وصل الأمر إلى ما يسمى بالتطبيع ما بين السعودية وإسرائيل. الأمير محمد بن سلمان أعلن في سبتمبر من العام 23 عن أن التطبيع أصبح قريبا، وبعد أقل من شهر حوالي 3 أسابيع صار طوفان الأقصى. هذا الإعلان حقيقة كان رسالة تحذير شديدة الخطر لإيران ومحورها، لأنه هذا تكامل المحور من إسرائيل إلى الخليج سيحاصر إيران ومشروعها التوسعي بشكل خطير للغاية.
بطبيعة الحال طبعا حتى القضية الفلسطينية ستتأثر، ولذلك حماس في عملية طوفان الأخرى تحدثت عن أن القضية الفلسطينية في حال نجاح الخطة الإسرائيلية ستصبح أثر من الماضي. عموما المشروعان اصطدما، وبالتالي كان لابد من الحرب. تغيير الشرق الأوسط هنا ليس مجرد فك الاشتباك من جديد بين المحورين، ولكن وجود هيمنة من أحدهما على الآخر. إسرائيل تريد صيغة الغالب والمغلوب، ولذلك الحرب كانت منذ البداية حرب صفرية. هي لم تكن تريد التسوية مع حماس، إضعافها ومن ثم إعلان صفقة، ولا تريد التسوية مع حزب الله حتى بعد إضعافها، كما أنها لا تريد من إيران أن تقوم ببعض الإجراءات للترشيد ميليشياتها في سوريا. الأمر أصبح مختلف، هناك إعادة تنظيم لجميع الأوراق في المنطقة، وأظن أن هذا القرار لا علاقة له بطوفان الأقصى. هذا القرار متخذ سابقا، طوفان الأقصى كان الشرارة التي ربما أدت إلى تعجيل بهذا المشروع. نعم. إعادة التنظيم، نتحدث عن لبنان، عن سوريا، عن العراق، صحيح دكتور؟ وإيران. إيران نعم. نفسها أيضا؟ نعم، إيران نفسها. طيب، أنا أعتقد أن إيران مطلوب ليس فقط ضربها وتدمير بعض البنى ومنها طبعا المشروع النووي، أعتقد أنه الآن أصبح رأس النظام هو المطلوب. الولايات المتحدة منذ عام 2000 لحظة دكتور، وهي سأتيك لهذا التفصيل، قصة الآن ما المطلوب إسرائيليا في إيران، يعني لأنه الكلام يعني لأنه تعرف دكتور يعني نحن نسمع هذا الكلام، أهالي هذه الأراضين العربية يعني نكد يعني مذهولون تقريبا. طيب إذا كنا نحن العرب مذهولين، الأشقاء الأتراك دكتور سمير صالحة، البعض يقول لك لماذا ما زالوا يعني مترددين، أيديهم مرتجفة، يعني يبحثون عن فرصة هنا وفرصة هناك، والساحة لهم شمال سوريا وشمال العراق، لماذا ما زالوا ينتظرون أن يقبل فلان، أن يرضى فلان، يعني لماذا؟ إذا قال لك هناك تغييرات في المنطقة. لا، برأيي أنه ما في تريث تركي، في متابعة تركية للنقاشات المرتبطة بمشروع الشرق الأوسط الجديد. تركيا جزء ولاعب وفاعل أساسي في المنطقة. لكن كيف؟ تركيا دكتور، تركيا ليس بمفردها، هناك أكثر من لاعب إقليمي مؤثر آخر. يعني ما تقوله وتريده أنقرة لا يكفي لنقول نعم أنها تستطيع أن تصنع بمفردها المشهد الإقليمي. لذلك كما سميته أنت بتريث أو لماذا لا عدم تحرك تركي بشكل أوسع، مرتبط بلعبة التوازنات هذه. الآن في نقطة أولى، ملاحظة أولى عندي، ما زلنا برأيي من خلال المتابعة في قلب الحدث، الحدث الإقليمي أقصد. يعني حتى الآن أنا وأنت لا نعرف، هل تسمعني دكتور بشكل جيد؟ تمام. لا أعرف. سامعينك دكتور، تفضل. ممتاز. يعني أنا قلت لك أنه ما زلنا في قلب الحدث الإقليمي. حتى الآن الخرائط السياسية الاستراتيجية الأمنية الاقتصادية كيف ستتشكل لا نعرف بعد. لعبة الشد والجذب مستمرة. هذه نقطة مهمة جدا. يعني طبعا إسرائيل تريد أن تتحرك بشكل أوسع، أن تذهب وراء عملية خلط أوراق، واشنطن قد تطلق يدها في ذلك، لكن علينا أنا وأنت أن نأخذ بأكثر من مادة بعين الاعتبار، وجود لاعب روسي، لاعب صيني مؤثر، لاعب تركي مؤثر، لاعب إقليمي، أكثر من لاعب إقليمي أيضا على الخط. نقطة أولى، عملية خلط الأوراق هذه المرة دكتور باختصار مرتبطة بعوامل استراتيجية مهمة، الشق الاقتصادي التجاري، الممرات التجارية، حروب الطاقة، شرق المتوسط، كل هذه الملفات برأيي في قلب المشهد، في قلب الحدث، يعني في قلب رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد. باختصار أنا لا أريد أن أعقد المشهد كثيرا، فقط أريد أن أقول لك أنه نعم الآن في تصعيد إسرائيلي، لكن هذا لا يكفي إطلاقا لنقول نعم أن إسرائيل بدأت أو الولايات المتحدة الأمريكية كبست على الزر لتحريك تل أبيب لفرض المشروع الإقليمي. مسألة ليست جاهزة بعد. الآن في نقطة أيضا باختصار أيضا لن أطيل، أنه في الشق النظري نعم ربما نتحدث عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث في المقابل عن
التحالف الثلاثي إذا شئت، الروسي الإيراني والنظام في دمشق. لكن هذا التحالف أيضا بحد ذاته معرض لأكثر من تساؤل، لأكثر من اختبار في العلاقات في المرحلة المقبلة. يعني مسألة وجود تكتلين أيضا مسألة غامضة جدا. الفرصة الأخيرة، أعرف أنني أطال. لم تطل دكتور. دكتور، النقطة المهمة أنه هل أنا وأنت خلال مناقشتنا لموضوع، لا أعرف إذا كان دكتور يتفق معي أم لا، أنه هل سنرى ولادة محور ثالث أو تكتل إقليمي ثالث يساهم أو يلعب دور أساسي من في بناء هذه؟ من هو التكتل الثالث؟ أنا قلت لك أنه أنقرة تتريس قبل قليل، وقلت لك أنه أنقرة الآن تنتظر احتمال أن نرى هذا اللاعب يتحرك بشكل جديد. يعني ربما تركيا مع العديد من العواصم العربية الفاعلة والمؤثرة، بعض الدول الإقليمية الفاعلة والمؤثرة، والعديد من العواصم الأوروبية الآن المنزعجة، سواء كان من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، من سياسة إسرائيل، من سياسة ربما روسيا وغير ذلك. يعني هل سنرى اصطفاف إقليمي ثالث يعني يساهم في صناعة هذا المشهد؟ طيب، يعني تقصد تركيا، السعودية، قطر، الإمارات؟ صحيح. هذا محور مهم جدا الآن في الإقليم، لكن من الممكن توسيع الدائرة أكثر. طيب. دكتور أيضا لن أطيل، لحظة إيه؟ لن أطيل إطلاقا. أنت تعرف أفضل مني أنه موضوع الشرق الأوسط جغرافيا، رسم خارطة الشرق الأوسط مرتبطة بثلاث دوائر أساسية: قلب المنطقة، نقطة الدائرة الأولى الضيقة إذا شئت، 5 أو 6 دول، بعدين الدائرة الثانية، بعدين الدائرة الثالثة. كنا نناقش قبل مثلا 5 عقود الدائرة الأولى والتركيز عليها. الآن الشرق الأوسط الجديد برأيي طبعا يناقش الدائرة الثانية والثالثة أيضا بشق الاستراتيجي الجيوسياسي. هل المنطقة جاهزة لنقاش من هذا النوع؟ لا أعرف. لا تعرف. طيب دكتور لقامك، دكتور سمير صالح يقول ما زلنا نحن فعلا في خضم الحدث ولا نعرف كيف ستتجه الأمور. لا نعرف. طيب، ما المطلوب إسرائيليا في إيران؟ قل لي دكتور لقامك برأيك. طيب شوف، إذا تلاحظ بعد 2003، بعد غزو العراق، إيران بدأت تتحرر من يعني كانت هذه فترة قضتها إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية بمحاولة تجميع أوراقها وقدراتها. حزب الله كان موجود ولكن لم يكن يعني بهذه الوضوح، ظاهر بهذا الوضوح. كان عمله داخلي في لبنان، يعني في إطار التوازن اللبناني. لكن بعد 2003 وتدخل إيران في العراق والتخادم مع الولايات المتحدة في العراق، وهذا معروف ومنشور، وأصبحت إيران ذات قدرة واسعة في العراق ونفوذ كبير، وهذا تجسد بشكل كبير بعد 2011 بعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق، وطبعا بعد داعش وتأسيس الحشد الشعبي والميليشيات وما شاكل. ثم خلال 2011 أيضا صارت الثورة السورية وتدخلت إيران وحزب الله، وأصبح البحور الإيراني واضح المعالم بالامتداد إلى حزب الله، وأصبح العراق وإيران وسوريا هم طريق الإمداد لحزب الله والتواصل ما بين طهران والمتوسط. هذا هو محور الإيراني الواضح المعالم. الآن إحنا إذا تكلمنا عن هل إيران كانت مفيدة؟ نعم، مفيدة جدا. الولايات المتحدة دوما كانت تخوف الغرب، الخليج بإيران، ودوما كانت تبيع أسلحة وتجعل الخليج يعني يحاول الحصول على الحماية الأمريكية، بل قساقتهم للتطبيع سوءا. يعني نعرف ما الاتفاق الإبراهيمي هو كل خوف من إيران واحتمال بإسرائيل. هذا النمط من الاستخدام لإيران أصبح إكسبايري الآن، ما عادت المسألة خلص. يعني هما أولا لم يعود السنة الخليج أو السعودية مصدر للإرهاب كما كان يسمى سابقا بالإرهاب السني، ولذلك أصبح الأمر ما مخيف بالنسبة لهم. وأصبح الآن قوى المقاومة بين محورين، الإيرانية وهي على الأغلب فصائل شيعية باستثناء حماس، أصبحت تهدد إسرائيل وأصبحت تقاوم. وبالتالي صحيح كذب هذا مو مهم، المهم تقاوم. لكن إيران أصبحت تمثل عبء أكثر ما تمثل فائدة، بالعكس أصبحت مهدد لحلفاء جدد اللي هم المطبعين الجدد العرب. بالتالي أصبح التخلص من النظام وإعادة إنتاج إيران من جديد أمر ممكن جدا بالتفكير الإسرائيلي والأمريكي. أنا هنا لا أتحدث عن نتائج، النتائج تحسمها الميدان، لكن أتحدث عن
وعي العقول التي تريد الأهداف الطموحات الحالية لهذه لمعنى الشرق الأوسط الجديد الذي يريده نتنياهو. وهو لا يتحدث باسمه، يتحدث باسم كثيرين صامتين أو ربما حتى معارضين لما يقوم به، ولكنهم في الحقيقة جزء من المشهد. النظام في إيران لا يتغير كما تغير في العراق، بمعنى ليس بالتدخل العسكري، يتغير وهذا مرصود أمريكيا ومكتوب من خلال العمل الداخلي، يعني ثورة داخلية، انتفاضة داخلية، حرب أهلية إلى آخره. وهذا ممكن يحصل في حالة الحرب وإضعاف النظام في المركز، يعني في قلب المدن الكبرى، حينها تتمرد الأطراف. وإيران نعرف أن فيها قوميات مختلفة، موزايك، يعني في كل بلداننا، البلوش السنة والأذربيجانيين والعرب والأكراد. وبالتالي قد يكون، لا أعرف، هذه مسألة مخابراتية، قد تكون لإسرائيل أو لأمريكا مفاجآت بالتعامل مع قوة داخلية، مثل ما شفنا إيران مخترقة، يعني النظام، رأس النظام مخترق، وهذا حصل في اغتيال هنية. طيب دكتور، فلماذا يكون الأطراف أيضا هذا يعني أدعى للمنطق؟ بالتالي إمكانية إثارة أزمة داخلية في إيران في حالة الحرب وفي غمرة الحرب أمر منطقي ومعقول جدا. لكن هذا بتحدي واحد، وهو أن النظام قد لا يسقط، ولكن إيران تتقسم. يعني الحرب الأهلية في إيران إن حدثت، النظام ما زال قوي، وهو قوي بالحرس الثوري وإمكانياته والباسيدج وإلى آخره، ممكن تحصل حرب أهلية في إيران. لكن التقسيم في إيران سيقود إلى تقسيم المنطقة، العراق، سوريا وتركيا. وأنا أقول تركيا هنا، ما طول الأستاذ أيضا سليم، الأستاذ صالح موجود، تركيا مهددة فعلا مثل ما قال الرئيس أردوغان، ليس فقط لسبب سوريا، العراق أيضا وإيران أيضا، المنطقة كلها هذه منطقة واحدة. لذلك مسلسل التقسيم في حال وجود حروب أهلية بعد هذه الحرب، وهذا ممكن في سوريا وفي العراق أيضا، ممكن يؤذي الأمن القومي التركي بشكل بالغ جدا. ولا ننسى أن تركيا هو هدف أيضا، تركيا هدف، صحيح هي عضو بالناتو، لكن تركيا الكبيرة والقوية أثبتت أنها مزعجة للغرب ومزعجة للولايات المتحدة بل ومزعجة لإسرائيل. فلماذا تبقى تركيا بهذا الشكل القوي والذي يعني يزداد؟ يعني حتى هناك تكهنات بأنه بعد 100 عام، خلال 100 العام القادمة، تركيا من الدول الكبرى، هي مع المكسيك ودول أخرى، من بولندا وتركيا والمكسيك. هذا التوقعات الجيوسياسية، دولة تنمو بالطراد. فلماذا تبقى هكذا وهي تبقى مهدد لأوروبا ولإسرائيل، تهدد بإسرائيل في الإقليم مثل ما إيران، هذه إيران، إسرائيل تريد أن تبقى وحدها القوية بتقسيم الجميع. طيب، وهذه فرصة ربما يراها نتنياهو سانحة. تقول يعني هذا مطلب أو رؤية إسرائيل وواشنطن كذلك، صحيح دكتور؟ ليس فقط إسرائيل، من في إيران. طيب الآن الجماعة يتفاوضون، الإيرانيين والأمريكان، وربما يعني الإسرائيليين يرضوا بصفقة ما، وقاليباف قاد الطائرة ونزل قاليباف، يعني الأمور الآن تشعر أنها هدأت قليلا. أولا، إيران إذا أرادت أن تعرض شيئا فهي ستعرض يعني انسحاب حزب الله أو ترشيد حزب الله وتحويله من حركة مسلحة قوية إلى حركة يعني أمنية داخلية معقولة، يعني حتى أسلحته أسلحة بحدود المزاج اللبناني، يعني أسلحة خفيفة ومتوسطة لا تقاتل بها إسرائيل. هذا أقصى ما يمكن أن تفعله لحزب الله بالمناسبة. لكن هذا هل يرضي إسرائيل بالحقيقة؟ نحن نتكلم عن مشروع نووي إيراني حاضر، ويحتاج فقط قرار من المرشد حتى يتحول من مدني إلى عسكري، لا تنسى هذا. نتنياهو صار له 20 سنة من استلام الحكم لليوم هو يتحدث عن المشروع النووي ويعتبر قضيته الشخصية هدف المركز. إذا مضت هذه الحرب ولم يفعل ما راهن عليه ووعد به طوال 20 سنة، كيف تتخيل مستقبل السياسي؟ خصوصا أن حتى المعارضة الإسرائيلية الآن تدعو إلى هذا العمل. لذلك الأمر ربما يعني محاولات إيران، لا تنسى أيضا أن محاولات إيران السياسية الآن، عراق في العراق وقبل في السعودية وفي قطر، ويحاولون في بيروت، يحاولون استيعاب
استيعاب الزخم الإسرائيلي، لكن هذا أيضا ربما يعطي مؤشر لنتنياهو أنه يجب أن يمضي بعيدا في هجومه. طيب دكتور سمير صالحة، تعليقك على ما تفضل به الدكتور لقامكي، وثانيا إذا كانت تركيا مهددة وكما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه الدور قادم على تركيا، طيب هل يمكن أن تبادر تركيا لوحدها وتفعل شيئا ما إن في سوريا أو في العراق في الشمالين؟ هل يمكن؟ ممكن جدا. يعني أنا اليوم دكتور معاذ كان لي مادة كتبتها نشرت عندكم في موقع تلفزيون سوريا، وتطرقت فيها مباشرة إلى هذه النقطة، وقلت أنه إذا ما تحركت إسرائيل باتجاه قيام بعملية برية باتجاه سوريا، لا أظن إطلاقا أنه تركيا ستنتظر أو تتريث بعد الآن. لأنه هنا أجيب على سؤال قبل قليل ناقشناه، أنه ما الذي يقلق أنقرة في الملف السوري هذه المرة من خلال عملية عسكرية إسرائيلية؟ الذي يقلق أنقرة هو أن يتم فرض حالة جغرافية، حالة جيوسياسية جديدة عليها، ليس فقط في سوريا بل في أكثر من مكان، ربما في العراق. لا نعرف كيف سيتقدم المشهد في الأسابيع المقبلة. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، في عندي نقطة أولى أساسية، أنه قبل سنوات كنا نناقش ثورات الربيع العربي، الكثير من هذه الثورات وصل إلى طريق مسدود. هل الآن أنا وأنت في المرحلة المقبلة سنناقش ثورات الربيع الإقليمي هذه المرة، لنخرج من دائرة الربيع العربي ونناقش المسألة بشكل شرق أوسطي، منطقة الشرق الأوسط الجديد، شرق أوسطي أوسع؟ كيف سيكون هذا النقاش؟ برأيي أن المشروع الأمريكي يركز على نقطة أولى أساسية، ربما الدكتور أيضا قد يتفق معي في هذه النقطة، أن التركيز الأمريكي في بناء المنطقة من جديد هو تحريك مسألة الفيدراليات، حتى لا أقول الكونفدراليات، تحريك الفيدراليات، يعني تفكيك الدول، بناء كيانات سياسية دستورية جديدة داخل هذه الدول، وفتح الطريق أمام خلط أوراق أوسع في المنطقة. يعني الدول التي نراها اليوم فيها كثير من التهديد، يعني هي عرضة لاختبار حقيقي على الأرض. الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه عملية تفكيك هذه الكيانات أو الدول ستكون مرتبطة أيضا بمحاولة بناء كيانات جديدة، مثلا المشروع الكردي القديم الجديد، يعني الدولة الكردية الكبرى في المنطقة. هذه نقطة أساسية تقلق الجانب التركي. لذلك أنا قلت لك، إذا ما رأت أنقرة أن إسرائيل تحركت عسكريا باتجاه عملية برية في سوريا، ما عندها خيارات كثيرة إلا التحرك السريع لقطع الطريق على مشروع من هذا النوع عبر سوريا يفرض عليها فرضا. الجانب العراقي الآن مهم جدا، كيف سيتحرك وكيف سيتعامل مع سيناريو من هذا النوع؟ لماذا؟ لأنه العراق أيضا الآن ما زال تحت التأثير الإيراني بشكل كبير. هل سيحصل على فرصة أمام الضربات التي توجهها إسرائيل للنفوذ الإيراني باتجاه عملية خلط أوراق جديدة كما ستفعل تركيا في سوريا أو في الإقليم؟ هذه النقطة في غاية الأهمية. الآن نقطة أيضا باختصار، لا أريد أن أطيل أيضا مرة أخرى دكتور، هل السؤال هو، هل إسرائيل ستبحث في المرحلة المقبلة عن حرب استنزاف إقليمية بانتظار خلط الأوراق؟ يعني هل سنرى أنا وأنت دخول إسرائيلي بين مزدوجين مطول في عملية عسكرية لبنان، عملية عسكرية سورية، ربما أيضا مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أوسع؟ هل ستلعب إسرائيل هذه الورقة أم لا؟ الجواب بسيط جدا برأيي، الانتخابات الأمريكية. الجواب الذي سيأتي من الرئيس الأمريكي الجديد برأيي سيساعدنا على قراءة الكثير من المتغيرات بالشق الإقليمي. يعني صحيح الآن في طبخة، لكن هذه الطبخة أيضا عرضة للتغير وللتبدل على ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية. أثرت أكثر من نقطة مهمة. طيب لكن تعقيبا في النقطة الثالثة، يعني عين أنقرة إذا توغلت إسرائيل بريا في سوريا، أيا يكن شكل التوغل، عين أنقرة على قسد وشمال شرق ليست على حلب، صحيح؟
إطلاقا مشروع حلب برأيي يناقش في الإعلام، لكن أنا قلت أكثر من مرة أيضا ليس بين أولويات أنقرة موضوع حلب. الآن موضوع تركيا هو يعني شمال شرق، واجهت المشروع الإسرائيلي نقطة أولى، نقطة ثانية محاولة إقناع دول الإقليم بالدخول في عملية تغيير سريع، يعني عملية نقد ذاتي أو مراجعة جديدة داخل هذه الدول لمواجهة مشروع إقليمي يفرض على هذه الدول فرضا في الشق الاقتصادي كما قلت لك، الشق العسكري الأمني طيب. والتجاري. تعقيب بسيط دكتور سمير صالح، هل يمكن أن يعني إيران ببراغماتيتها المعروفة أن تفعل كل شيء من أجل أن لا يمضي المشروع الإسرائيلي إلى نهايته معها؟ هل يمكن؟ سبق واختبرنا إيران في مواقف ملفات من هذا النوع، وذهبت إيران وراء براغماتية حقيقية 2015 كما تتذكر. يعني ممكن طبعا لإيران إذا ما شعرت أنه حجم الخطر أو التهديد الإقليمي يطال مصالحها نفوذها قواعدها في الإقليم أن تذهب وراء تسوية، لذلك احتمال أيضا أنه هذه التسوية قد تكون طيب. تحت الرعاية الأمريكية. طبعا هذا سيناريو مستبعد، هو السيناريو الأضعف، لكن هذا أيضا برأيي بين الاحتمالات الواجب طرحها ومناقشتها. ما زلنا كما تقول في خضم الحدث. طيب دكتور لقاء مكي، هذا الشكل الجديد الذي أشار له دكتور سمير صالح أنه إعادة توزيع القوى، تفكيك القائم وتشكيل كيانات جديدة. طيب حتى نخصص أكثر، قل لي تصورك عن لبنان وعن سوريا في قادمات الأيام، ماذا سوف يحدث؟ الشكل المتوقع؟ شوف، أولا أي خطة للشرق الأوسط لن تنتهي في الأمد المنظور، هذه حرب طويلة وقد تستمر سنوات، يعني لا نتحدث عن شهور، نهاية 25 نهاية 26 ربما أكثر من ذلك، تستمر تقف تستمر تقف تندلع، هذه مسألة تشارك بها دول أخرى، هذا أمر مطروح جدا. الآن الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إسرائيل، الضربة الإيرانية عفوا الإسرائيلية على إيران، لا نعرف كيف ستجري، لكن إعلان الرئيس بايدن عن إرسال البطارية الثاد للدفاع الجوي إلى إسرائيل مع طاقمها 100 جندي أمريكي، هذا مؤشر على أنه ينتظر رد إيراني، وإيران قالت أنها لن ترد إلا إذا كانت الضربة تشمل الطاقة النووية أو يعني المرافق الاقتصادية مثل الموانئ ومشاكل ومحطات تكرير البترول، بمعنى أن هناك احتمال كبير لتوسع الحرب. فيما يتعلق بسؤالك، لبنان المطلوب الرئيسي فيه هو أولا إنهاء حزب الله ونزع سلاحه، هذا مطلوب سواء سلما أو حربا، حتى القرار 1701 مطلوب الآن، إصدار قرار جديد من مجلس الأمن تريد لبنان ذلك، يستند 1701 ويطلب إيقاف إطلاق النار، لكن على ما يبدو أن 1701 ستجري عليه تعديلات، وهذه التعديلات قد تتضمن ليس فقط الانسحاب من الليطاني أو إلى شمال الليطاني، ولكن أيضا نزع السلاح وتسليمه للجيش اللبناني. هذه مسألة إن حصلت حققت إسرائيل أهدافها بدون توغل في الأراضي. يقبل الحزب؟ تقبل إيران؟ هذه مسألة ما هي لا تتعلق بالإرادات، تتعلق بالقدرات. إن كان الحزب تورط أو وصل إلى مرحلة من الخسائر لا يستطيع الاستمرار، طبعا سيقبل رغما عنه، لكن إن كان يستطيع استمرار القتال سيجازف الرفض وستستمر الحرب بدعم أمريكي، وتتلاحظ الأمريكان لم يتحدثوا أبدا عن وقف إطلاق النار إلا في البداية ثم تراجعوا. الآن أمريكا تقول لنتنياهو استمر بالقتال في سبيل مع كل الدعم، في سبيل أن لا يضرب إيران، يعني واشنطن تغريه بلبنان. ليس هذا بالضبط، لأنه حتى قبل الضربة الإيرانية لم تكن الولايات المتحدة في وارد، يعني منذ أن ذهب نتنياهو للأمم المتحدة وعاد ورفض الخطة الأمريكية الفرنسية، بعدها لم يعد طرح الموضوع، بالعكس بعد مقتل نصر الله أصبحت يعني هذه النقطة الفاصلة، هو كان في نيويورك حينما قتل نصر الله، بعد هذا المقتل أصبحت واشنطن مقتنعة أو يبدو أنها اقتنعت بقدرات إسرائيل على تدمير هذا الحزب الذي تكرهه إسرائيل الولايات المتحدة وتعتبره إرهابي. بالتالي أظن أن نتنياهو كل ما حقق نجاحات أكثر في الميدان كل ما كسب تأييد واشنطن أكثر. متى
تقف أمامه واشنطن إذا حصل ما حصل في غزة، خسائر البشرية المدنية، التدمير الواسع، هذا ممكن، لكن في جنوب لبنان لم يعد هناك مدنيين حتى، كلهم هاجروا إلى العاصمة. سأعطيك هذه نقطة مهمة جدا. طيب الآن سوريا دكتور لقاء مكي، هذه لبنان، سوريا توقعك؟ سوريا على ما أظن، والله أعلم، سوريا بها عشرات الميليشيات الإيرانية، وفيها وجود إيراني قوي، منه وجود في الجولان حتى، لم يقم بشيء ضد إسرائيل، وهذه يبدو أنها كان باتفاق أو تهديد أو تلويح مع النظام السوري، أنه لا ممنوع أي طلقة تطلق من سوريا على إسرائيل. المهم ربما نجح النظام السوري في ذلك، ولكن وجود النظام أو الإيرانيين أو الميليشيات في سوريا لم يعد مطروح على الطاولة، هذا يجب أن ينتهي. الإشكالية هنا أنك حينما تقطع الأذرع الإيرانية وخصوصا حزب الله، بالمناسبة غياب حزب الله من المشهد وخصوصا نصر الله سيؤدي إلى 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 ترهل جميع الميليشيات الأخرى في المنطقة. بالمناسبة في سوريا والعراق الميليشيات كلها مرتبطة بحزب الله كقائد وداعم، حزب الله هو عمود الخيمة الإيرانية، وهذه مسألة محسومة، وخصوصا نصر الله الذي لن يعوض، يعني هو بمستوى سليماني وربما حتى أكثر. الآن سوريا أعتقد أن إسرائيل ستعمل الشيء التالي، هي لن تحتل سوريا لكنها على الأغلب ستفتح ممرات برية، يعني بدل ما تقتحم البقاع انطلاقا من الجنوب اللبناني تصل إلى البقاع عن طريق سوريا وتقطع الطريق بين سوريا ولبنان بالأراضي السورية، وهذا يحتاج منها أن تدخل في الجولان، وهناك معلومات أنها دخلت، وحينها يمكن أن تمتد إلى البقاع ومن يعني من خلال سوريا، وحينها يمكن أن تصل إلى البقاع من الشرق وليس من الجنوب، والبقاع كما نعرف هو المخزن الاستراتيجي لحزب الله أكثر من الجنوب. هذا إن حصل ستصل إلى ضواحي دمشق، لأنه دمشق ليست بعيدة عن الحدود، وفي عام 73 وصلوا 40 كيلو إلى دمشق كما نعرف يعني. فبالتالي هذا ممكن، لكنها لن تقتحم دمشق ولن تصل إلى دمشق، يمكن أن تضعها تحت التهديد. هنا إحنا نتحدث عن مستقبل سوريا. في المخيال الإسرائيلي هل مستقبل سوريا مربوط بالأسد؟ أنا أعتقد أنه إذا كان تقسيم إيرانية فالأفضل هو تقسيم سوريا. سوريا البلد الذي كان طول تاريخه في المئة سنة الأخيرة عنصر داعم لفلسطين والقضية الفلسطينية ومخزن استراتيجي للقضية الفلسطينية، هو العمق الاستراتيجي بغض النظر عن من يحكمه، الشعب السوري هو العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، والحقيقة الدول المركزية سوريا والعراق هذه ومصر قبل كامب ديفيد، لكن بعد كامب ديفيد بقي سوريا والعراق هما العمق الاستراتيجي الحقيقي، بغياب العراق ثم سوريا بعد ما حصل يعني الثورة المضادة ضد الثورة السورية أصبح البلدين ضعيفين، وبالتالي كسبت إسرائيل ولم يعد هناك عدو مركزي لإسرائيل حقيقة، قضية خسرت. المهم سوريا قد تعود في المستقبل، ولذلك مثل ما حصل بالعراق من عملية تفتيت اجتماعي قبل التفتيت الجغرافي قد يحصل في سوريا أيضا، وسوريا بالمناسبة جاهزة، يعني الآن فيها كانتونات، عندنا نتحدث عن كانتون في إدلب وكانتون قسد، وحتى الآن السويدة يعني ممكن يصير كانتون، لأن هي أصلا يعني ما عادت يعني تابعة للنظام. ودمشق الآن لا يسيطر على كثير من الأراضي السورية، إذا صار فراغ قوة إيراني في سوريا فحينها يمكن أن تمتد قوة إقليمية. القوة الداخلية الآن سمعنا عن أحرار الشام يحاول أن يجند أو شيء، ممكن يمتد إلى حلب وريف حلب، ممكن جدا، وحينها إحنا راح نشهد معارك أهلية بين النظام وبين أو بين جماعة النظام الحشود الشعبية أو يعني القوة الشعبية الخاصة بالنظام المتطوعين أقصد، وما بين هذه القوة الجديدة. هنا دور تركيا يتحدث عنه أستاذ صالحة وهو صحيح، نعم تركيا ربما تكون هذه المرة مغامرة أكثر من عاداتها يعني، وتذهب ليس فقط إلى قسد، قسد ربما الحرب مع قسد يعني مخيفة وأحيانا صعبة، لكن يكفيها احتلال الشريط الحدودي وإفراغه من قسد لمنع أي تواصل بين قسد وما بين الداخل التركي بين الأناضول. تغضب واشنطن، تغضب واشنطن
لكن الشريط الحدودي هذا مهم. طيب. تغضب واشنطن كون هذا مهم للأمن القومي التركي، يعني شلون يعني تركيا تضيع. واضحة الدكتور اللي قام مكي. طيب دكتور سمير صالحة، رؤيتك يعني لهذا تقول تفكيك قوة وإعادة إنتاج قوة، طيب في لبنان وفي سوريا، تفضل قل لي رؤيتك. ليس فقط في لبنان وسوريا، نتحدث نحن عن الإقليم ككل. نخصص قل لي في لبنان ثم سوريا. نعم، يعني في نقطة مهمة هذا السؤال، لكن في ملاحظات تساعدنا على الإجابة. طيب. بشكل سريع جدا، يعني نحن الآن نناقش أن إسرائيل هي الأقوى وهي التي ستأخذ ما تريد وستفعل ما تريد في المنطقة. إسرائيل نعرف جميعا أنها تستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعمها لإسرائيل لتواصل هذا العصيان أو التمرد الإقليمي؟ هذه نقطة مهمة للغاية. هل لذلك أنا قلت لك الانتخابات الأمريكية دكتور، نتيجة الانتخابات الأمريكية من الذي سيصل إلى الرئاسة؟ كمالا هاريس. نفترض كمالا هاريس أتت، وجودها برأيي يطلق يد إسرائيل أكثر فأكثر لمواصلة هذا المشروع الإقليمي. عودة ترامب برأيي قد يعني يجمد هذا التحرك الإسرائيلي بهذا الشكل ويفتح النقاش أمام سيناريوهات بطابع إقليمي أهدأ. في ملاحظة ثانية أيضا، نحن نفترض الآن أنه كما قلت لك إسرائيل تفعل ما تريد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تجنبنا حتى الآن دخول في نقاش حول الموقف الروسي، يعني روسيا في قلب المشهد السوري، هل ستترك إسرائيل تفعل ما تريد؟ هل ستترك تركيا تفعل ما تريد؟ ماذا برأيك؟ هل ستسمح باستهداف إيران وتصفيتها، حليف لها في سوريا، حليف أساسي نسقت معها منذ 10 سنوات حتى الآن في سوريا، ستتركها تحترق وتحرق أوراق إيران بمثل هذه السهولة إرضاء لإسرائيل أو لصالح إسرائيل دون تفاهمات؟ دون تفاهمات أمريكية روسية بطابع إقليمي فيها جزئية أساسية موضوع سوريا، لا أظن إطلاقا أنه سنناقش أنه إسرائيل قادرة بمفردها على فعل ما تريد أو حتى من خلال يعني الدعم الأمريكي. يعني روسيا لن توافق مبدئيا بدون تفاهم مع واشنطن إطلاقا، دون إذا لم تذهب واشنطن بين مزدوجين الجديدة، يعني بعد الانتخابات الأمريكية إذا لم نرى حوار روسي أمريكي حقيقي مرتبط بأكثر من ملف على رأسه الملف السوري، لا أظن أنه سنذهب إلى تسوية أو صناعة مشهد إقليمي حقيقي. الانفجار سيكون أكبر. لماذا الانفجار سيكون أكبر؟ لأنه سنفترض أيضا سيناريو معاكس، أيضا لا أعرف إذا كان الدكتور يتفق معي، افترضنا أنه نجحت المقاومة الآن التي تتصدى لإسرائيل في لبنان في العراق إيران وغيرها على جبهة سوريا بإنزال ضربات قوية بإسرائيل، ما الذي ستفعله واشنطن رغم كل هذا الدعم العسكري الذي تقدمه لها؟ هل ستدخل بشكل مباشر في الصراع؟ ستقاتل إلى جانب إسرائيل؟ الإجابة في غاية البساطة، دخول الولايات المتحدة على الخط بشكل عسكري بشكل مباشر يعني انفجار إقليمي مهدد بالتحول إلى انفجار عالمي. لذلك واشنطن ستأخذ كل هذه الحسابات بعين الاعتبار عند الإقدام على إطلاق يد إسرائيل لتتحرك كما تشاء في الإقليم. صحيح أنه تريد أن تؤثر بخلال الورقة الإسرائيلية، لكن هذا التأثير له حدود دكتور، يعني سيتوقف عند نقطة واشنطن ستقول فيها لتل أبيب انتهى دورك، والآن جاء دور الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه صناعة هذا المشهد الإقليمي الجديد. هذه نقطة أيضا تركز عليها أنقرة وتحاول أن تراهن بالتنسيق مع بعض العواصم الإقليمية أنه السيناريو قد يذهب بهذا. طيب. الاتجاه. الوقت يمضي سريعا دكتور لقاء مكي، أود أن أخذ رأيك بخصوص قضية موسكو، يعني موسكو ستتفرج على زوال إيران في سوريا؟ طبعا ملاحظة مهمة حقيقة. شوف احنا يعني أرجو أنه نشوف الصورة الواسعة. هناك محاولة روسية صينية لتغيير النظام الدولي، ومحاولة أمريكية لإبقاء النظام الدولي على حاله، وحرب أوكرانيا هي في هذا السياق. هذه الحرب هي محاولة أمريكية إسرائيلية لمساعدة يعني إبقاء النظام الدولي على حاله وتهديد روسيا من الجنوب.
روسيا ليس فقط روسيا، روسيا وكوريا الشمالية بالمناسبة أيضا حليفة إيران وحتى الصين بشكل أو بآخر طبعا، كل هذه الدول لن تقبل لإيران بأن تهزم أو النظام يسقط وستسعى لدعمه، ليس فقط وليس بالضرورة في سوريا، لكن بالمؤكد لأنه في سوريا ستشن حرب أهلية يعني في الداخل، يعني ليس إسرائيل لن تقاتل، يعني الأطراف هي بناتها تقاتل في داخل سوريا، لكن في إيران وإسقاط النظام ربما تتدخل روسيا وكوريا، لكن كيف تتدخل إذا كانت هناك صراع داخلي؟ يعني هذه إشكالية أيضا أمريكا تعرف. الشيء الثالث أنه نعم هذا أؤكد ما قال الدكتور، أنه فعلا إسرائيل لديها حدود لقدراتها، إسرائيل مو إله يعني بالنهاية قوية، ولكن قوتها مع حماس ما قدرت، يعني ما صار تقاتل من سنة وفشلت في تحقيق أهدافها المعلنة على الأقل تدمير حماس، لذلك هي بدون ليس فقط دعم الولايات المتحدة، مشاركة الولايات المتحدة لن تستطيع لا تدمير مفاعل نووي أو مشروع نووي إيراني ولا تدمير إيران، بل ستتلقى ضربات شديدة من إيران. إيران أيضا ليست هينة، لديها قدرات صاروخية ممتازة وقد تهدد فعليا يعني قلب إسرائيل. بالتالي إذا لم تتورط واشنطن في حرب في الحرب بشكل مباشر لن يمكن أولا لا تهديد العراق، بالمناسبة في العراق لا تستطيع إسرائيل أن تفعل شيء بدون الموافقة والتواطؤ الأمريكي، لأن هناك الولايات المتحدة مسيطرة على الأجواء، فبالتالي يجب أن يكون هناك تواطؤ أمريكي ومشاركة أمريكية، ولذلك أمر يتعلق بالمشاركة الأمريكية حتى الآن دعم فقط، لكن بعد سوريا مع إيران وفي العراق ربما سيكون الأمر مختلف، ربما سواء مع ترامب مع هاريس مع بايدن، المهم أنه إن لم تتدخل الولايات المتحدة في هذه المهمة غير المكتملة، بالمناسبة مهمة إسرائيل اليوم ليس فقط ضرب حزب الله وحماس وجعل المنطقة يعني جعل فرصة التطبيع قائمة بدون وجود تهديد جدي، لا، لأن هذا ممكن إعادته رح يبقى التهديد، لذلك المهمة يجب أن تكتمل، لأن المطلوب ليس فقط مساعدة محور التطبيع ولكن أيضا إزعاج روسيا إزعاج الصين أو تهديد الصين وروسيا من خلال أبرز حلفائها في الإقليم وهو إيران، ولذلك أعتقد أن الأمر أكبر مما نراه، الأمر أكبر من مجرد القضاء على حركة مسلحة. الوقت أوشك على النهاية، سؤال لكليكما وأرجو إجابة سريعة، هل من ضمن أهداف إسرائيل القادمة تهجير الشيعة من جنوب لبنان وإسكانهم في سوريا والعراق؟ يعني هذا السيناريو تفضل دكتور سمير صالح تفضل. نعم، يعني هذا السيناريو كتبناه وناقشناه بهذا الشكل، انه منطقة عازلة او منطقة آمنة اوسع في جنوب لبنان من خلال نعم عملية نقل اسكاني الى المنطقة وعملية افراغ واعادة تعبئة من جديد. دكتور لقاء مكي، ليس هناك يعني حرب ضد السكان الشيعة، هو ضد المشروع، فما له علاقة، السكان الشيعة يمكن يبقون ويهاجرون، هي قصتهم يعني. طيب يعني لكن الجماعة الآن في ديالة، والله أمورهم طيبة في ديالة بالعراق، هم وضعهم ممتاز يعني يعني مقد. واليوم كان في أحد الإخوان كتب تغريدة يسأل فيها لماذا لم يعامل اللاجئون السوريون بنفس الطريقة التي العراقيون النازحون. ترى راح يزعلوا منك جماعة الممانعة الآن، البحث أول في مركز الجزيرة للدراسات يعني ثقيلة. أي دكتور لخامكي، نعم دكتور لخامكي، أبس مدنيين مهجرين بالنهاية، لما لا لما لا، يعني أتمنى العراق يستوعب الجميع للأخوة والأشقاء. العراق العراق يعني، وهذا ديدن العراق يعني، منذ أن خلق الله العراق هذا ديدن، هذا ديدنه. طبعا الباحث أول في مركز الجزيرة للدراسات دكتور لقاء مكي، كنت معي مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا دكتور، والشكر كذلك للأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سمير صالحة، لابد أن أستضيفكما مرة أخرى وقريبا، شكرا لكما إن شاء الله. كمل الله.